القصة بتحكي عن طبيب سوري كان متجوز وليه ولدين وكان بيشتغل في الإمارات وكان من أفضل الأطباء هناك. لما بدأت الأزمة السورية اتصل بيه أبو وأمه من حمص وطلبوا منه إنه يرجع لبلده لأن الحياة بقت صعبة ومش قادرين حتى يوفروا ضروريات الحياة. فكان الغلاء فاحش لدرجة إن الناس كان بتقف طوابير كبيرة عشان يلاقوا رغيف العيش والمواد الأساسية والبسيطة اللي بيحتاجها كل بيت اللي كانت بعيدة تماما عن الكماليات. فكر الطبيب كتير واستشار زوجته وصحابه اللي قالوا له إنه يبعد عن الفكرة دي تماما وان الاحسن يجيب امه وابوه يعيشوا معه في الامارات. لكن المشكله ان ابوه وامه كانوا رافضين تماما انهم يعيشوا في مكان غير وطنهم. فقرر الطبيب انه ياخد عيلته مع الحمص عشان يعيشوا معاهم. بعد نزولهم من سوريا بفتره بقت الاوضاع أسوأ من حيث تامين المواد واقتراب الحرب من منطقتهم. وكان الطبيب بيمتلك بيت بطابقين، الطابق الارضي لابوه وامه والدور الثاني ليه هو وعيلته. وفي يوم مرضت امه فراحت زوجته بالليل عشان تعتني بيها وكان صوت المدافع في كل مكان. فكان المقدر ان يضرب صاروخ الطابق الارضي عشان يفقد امه وابوه وزوجته ويلاقيهم جثث متفحمه. وبسرعه شال طفلين وهرب خارج المنطقه واصوات رصاص من كل جهه والليل بيحيط بيه من كل مكان. فما كانش قادر حتى يشغل ضوء لانه كان خايف لا يضربوا عليهم رصاص. وفجاه جت رصاصه في صدر واحد من الطفلين فصرخ وبدا الدم يسيل عليه وعلى اخوه. جير الطبيب وهو بيبكي وبيحاول ينقذ طفله الثاني. وبعد 3 ساعات وصل لمكان امن وبدا ياخد نفسه وبص على ابنه لقى مات وكان الطفلين غرقانين في دمهم. وبسرعة وبعدم تفكير دفن ابنه وكان هيموت من الحسرة. وبعدها قعد يفكر مع نفسه ويقول اعمل ايه بعد كده. اتصل باصحابه الدكاترة في الامارات من تليفونه وبسرعة تواصلوا مع بعض الاصدقاء في الاردن عشان يقابلوه على الحدود الاردنية اللي بتبعد عن الطبيب حوالي ساعة. شال الطبيب ابنه بسرعة عشان يوصلوا قبل الفجر وكان في حالة حزن شديدة بسبب فقدان الام وابوه وزوجته وابنه. ووصل الحدود ولقى ناس مستنيينه وسيارة اسعاف هناك. ولما كشفوا على الطفل اللي كان معاه لقوه ميت ومتصاب بطلقه. فبدا يصرخ الاب باعلى صوت دفنت ابني اللي كان حي يا رب ساعدني. جير الاب ابنه لمده ساعه كامله من غير توقف رغم ان الناس منعته لان المكان مش امن لحد ما وصل لقبر ابنه. ولما خرجوا لقى مات واكتشف ان ابنه ما كانش متصاب وان الدم كان من اخوه. من التوتر والخوف والظلام والصدمه ما كانش عارف مين اللي دفنه. بعدها رجع تاني بعد ما فقد كل اللي بيحبهم عشان يدفن ابنه في الاردن. وبعدها رجع للامارات.